بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت لو انت فاكر معايا اسلام عمل ايه؟ كل اللي عمله انه ضاف الفولدرين دول اللي هو ده وده، صح؟ ضاف الفولدرين دول. بعد كده خلاص عمل بوش، وعمل لهم بوش على ايه؟ على الجيت هاب. عندنا مفيش اي مشكله خالص لغايه دلوقتي. طبعا قبل ما اسلام يضيف الفولدرين دول المره اللي فاتت، لو اعتبرنا ان دول لسه مش موجودين، اذا مش هيكونوا موجودين لا هنا ولا هنا. هل في حد عنده اي مشكله؟ لا. اخر مره كنا اشتغلنا عليها ان اسلام كان عامل ريبوزيتوري على الجيت هاب، ده الجيت هاب وده اللوكال بتاع الجهاز، تمام؟ اهم كان عاملهم، عامل لهم بوش، وبعد كده احمد عمل كولون لو حد فاكر، ويوسف عمل كولون، وكان عندهم ايه؟ وكان عندهم الملفات دي بس من غير دول. فاسلام رايح ضايف عنده على الجهاز بتاعه احمد اف، يوسف اف، تمام؟ ورفعهم فين؟ على الجيت هاب. اذا بقى عندي بالايه؟ بالشكل ده. طبعا انا بتكلم معاك كلام عادي خالص، اللي بيحصل الطبيعي اللي يحصل خالص. اسلام ضافهم عنده على الجهاز وعمل لهم بوش هنا، تمام. احمد عنده الجهاز بتاعه برضه، ما فيش مشكله، وهو عامل اصلا اكسس على ايه؟ على جيت هاب. ويوسف عنده الجهاز بتاعه وايه؟ وعنده اكسس على جيت هاب، تمام. اذا لما اروح افتح بتاع احمد، لما احمد يفتح الجهاز بتاعه والاكونت بتاعه، هيلاقي اللي اتغير، هيلاقي اللي اتغير على الجيت هاب بتاعه. ليه؟ لان احنا قلنا الجيت هاب يا جماعه ده جلوبال، ده ايه؟ جلوبال، يعني اي حاجه بتغير فيه، سواء يعني لو حد غير فيه الباقي بيشوفوه. يعني لو رحنا فتحنا احمد اهو، ده احمد فتحناه، شايف؟ هنلاقي انه عنده احمد ويوسف انضاف، شايف؟ احمد ويوسف انضاف، مع ان مين اللي ايه؟ مين اللي عمل بوش؟ اسلام. المفروض ان احمد اخر حاجه كان عنده الانيت والدي اي سي، وكان برضه هنا كان برضه عنده الانيت والدي اي سي، بس لما اسلام ضاف هنا، احنا قلنا الجيت هاب ده جلوبال، يعني على مستوى كله، يعني اي تغيير بيحصل فيه هيحصل عند اي واحد من دول، لانه جلوبال كله مشترك فيه. لكن اللوكال اللي هو كل واحد لوحده بالمنظر ده، اكيد اكيد مش هيحصل فيه التغيير. ليه؟ لان اسلام لما ضاف لوكال ضاف عنده بس، لكن لما ضاف جلوبال ضاف على الجيت هاب كله اللي هو كله مشترك فيه. فعشان كده عشان كده لو فتحنا احمد، او حتى فتحنا بتاع يوسف، هنلاقي على الجيت هاب دول تو فولدر تانيين جداد. لكن لو رحنا بقى، بص، لو رحنا على اللوكال بتاع احمد، بص لو رحنا على اللوكال بتاع احمد، هنلاقي ان مش موجود عنده غير الدي اي سي اللي هو، فاكرين دي سي؟ ده كانت اخر حاجه موجوده عنده لما عمل كولون، لو انتوا فاكرين 10 على 10، تمام. كوماند جديد، ايوه، عاوزين التغييرات اللي عمك اسلام عملها تنزل عند عمك احمد وعند عمك يوسف. عاوزين ايه؟ التغييرات اللي عمك اسلام ضافها في جيت هاب تنزل هنا. هل هروح اعمل كولون تاني؟ لا طبعا. بتعمل ايه؟ بروح هنا اعمل كليك يمين وجيت بشير، تمام، وبعمل حاجه اسمها جيت عكس البوش. عكس البوش ايه؟ بول. يعني ايه بول؟ يعني شد، حاد. بول بدل ما كنت بعمل بوش من عندي للجيت هاب، لا ده انا هعكس ايه؟ هقول له بول، هات لي اي حاجه نضافت جديد حطها عندي. فلما اروح اعمل انتر، بص انتر، قال لك ايه؟ شايف؟ قال لك ايه؟ عندك احمد اللي هو الفولدر احمد جواه تاسكس دوت تكست انضاف، وعندك تاسك دوت تكست اللي موجوده في يوسف انضاف. لو رحنا هناك، شايف؟ اهي احمد ويوسف انضافت عند مين؟ احنا دلوقتي في الروبوزيتوري، مين في الروبوزيتوري بتاعت، او في الايه؟ في اللوكال بتاع احمد، احنا شغالين في احمد. اذا دلوقتي لو رحنا نقول انك انت دلوقتي هنا انضاف احمد ويوسف، احمد اف اللي هو الفولدر، ويوسف اف اللي هو الفولدر برضه، كده انضافوا ايه؟ انضافوا هنا.
خلاص. اذا شايف التعديلات كانت مين؟ احمد هو اللي ايه اللي ضاف دول، اضاف عند لوكال وجلوبال. الجلوبال اثر على ايه؟ ظهر عند ايه؟ احمد ويوسف، لان ده جلوبال، ده على المستوى كل الناس، ده على الموجود على النت، يعني اي تغييرات فيه هتظهر للكل، تمام. لكن في اللوكال ما كانتش ظهرت، فعشان ايه؟ عشان اظهرها او عشان اجيبها بعمل جيت بول، وادي ده تاني كوماند جديد بعد الجيت كولوم، تمام. اذا تستنتج انك انت لو حضرتك شغال على بروجكت، تمام، وانت واقف اهو على اللوكال بتاعك، تمام، وحد ضاف حاجه على الجيت هاب وعاوز تجيبها عندك، بتعمل جيت ايه بول، تمام. هل في مشكله؟ اظن الكلام لغايه دلوقتي بسيط وسهل، تمام. نيجي نروح ليوسف ونعيدها كمان مره. هوقف الفيديو قبل ما افتح الجهاز بتاع يوسف. جميل. نيجي على يوسف. طبعا يوسف طبيعي جدا ان لو دخلت على الجيت هاب بتاعه الاقي ان احمد ويوسف انضافوا. فلو رحت هنا اهو، ده الاكونت بتاع مين؟ بتاع يوسف اهو. لو دخلت على الريبوزيتوري الخاصه بيه اللي بيشتغلوا عليها، هتلاقي احمد ويوسف اهو، تمام. لكن لو راح عنده اهو، احنا في يوسف اهو، لو راح عند يوسف يلاقي، او يروح عنده على اللوكال، يعني يروح عنده على اللوكال هنا اهو اللي هو اهو، يلاقي عنده الدي اي سي، تمام. هو عاوز يجيب التغييرات اللي حصلت او اي حاجه انضافت جديد يجيبها عنده، خلاص اتعودنا. يروح عامل ايه؟ جيت بول اهو، جيت بول، تلاقيه ضاف لك ايه التغييرات، قال لك اهو احمد، وقال لك اهو ايه يوسف. هل في اي مشاكل؟ يعني اظن الموضوع ما فيهوش اي مشكله خالص. طبعا ايه الموضوع ما فيهوش اي مشاكل خالص. جميل. اذا هي دي اول حاجه حابين نتعلمها مع بعض، اللي هي جيت بول. لو حضرتك شغال مع تيم وحصل تغييرات عندك على الجيت هاب وانت واقف على الماستر بتاعك اللي هو المين برانش بتاعتك، الماستر الخاصه بيك، وعاوز تجيب التغييرات اللي حصل، اعمل جيت بول، هيضيفها لك عندك في اللوكال بتاعك. بقى هنا بقى ايه؟ خلاص هنا بقى موجود احمد اف ويوسف اف، او احمد اف ويوسف اف. خلاص كده بقى احمد ويوسف كل واحد هيفتح الفولدر الخاص بيه ويشوف المطلوب منه ويبدا يشتغل. ان شاء الله نشوف الحاجات دي المره الجايه باذن الله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.